جمال العمل الحكومي. لا يذهل الجزائر، هو استقبلوا قبل توا برك، ها وهو مشى برامو توا انطلق رئيس الحكومه في الزياره نتاعو للجزائر. واضح هي التوصيات شنو في علاقه بالملف الجزائري. خلينا نحكيو توا في علاقه بالجزائر، سي تري امبورطون الموضوع هذايا. هو شوف الجيوبوليتيك نتاع تونس يحتم عليها وضعيه متنافره، ما وضعيه صعيبه. في نفس الوقت تاريخيا لقات روحها بين جيران، دول نفطيه قادرة على أنها تتجاوز تخطي الاتحاد الأوروبي والمجال الغربي وتمشي لروسيا وتمشي للصين، لأنه تنجم، لأنه معناتها التعب النفطية اللي عندها قادرة تخليها يعطيها نفس تختار. لا ما حشتيش أنا الاتحاد الأوروبي، نمشي لروسيا نشري سلاح ونكون في المعسكر الآخر بتاع كذا. تونس لا، تونس على مستوى شخصيتها في حد ذاتها إمكانياتها وضعيتها ما يسمح ليش باش تخطي وتجاوز الطرف الأوروبي وتمشي الطرف الغربي. بالضرورة هي بسبب السياحة تنحكيهم بعد، بسبب الخدمات، بسبب التجارة، بسبب التشبيك اللي نحن فيه، ما نجمو كان نكون عندنا علاقة مع الاتحاد الأوروبي. وهذا موضوع يطول فيه الحديث. لهنا الجزائر باركونتر لسبب الجيوبوليتيك هذا بالذات، مهما كان يحكم في الجزائر مهما اللي صار، تعرف تاريخيا معز كنا حتى كي باش نتلفتوا اكثر من لازم من ليبيا، اتفاق الوحده الشهير، جينا قرصه مش فقط من الطرف الفرنسي، خاطر الروايه تقول وسيله ضغطت ورجع الهادي نويره من ايران والطرف الفرنساوي ضغط. لا لا، فما زاد بومدين غادي كرامي، خليكش بومدين تعمل وحده مع ليبيا، يعني بالرغم الزوز كانوا سواديزون قوميين عربيين عرب وتترا. في الناحيه هذه وانا قريت العديد من الكتب في هذا الموضوع، فما الحاله المرضيه ايضا للحبيب بورقيبه التي ساهمت في تلك الفتره في الامضاء الوحده، معناها بورقيبه مش عروبي وتلعب له وحده مع ليبيا، فلعبت على مساله الزعامه هي تكون رئيسها المملكه بالضبط. هذا هو، ساهمت كثيرا خاصه في هذا القرار، ولان وقت رجعت طبيب في تلك الفترة ورجعت وسيلة تراجع بورقيبة، لكن زيدة مش فقط لأنه رجعت ورجع مشاهد العقل، لأنه زيدة يعرف اللي الطرف الأخرى يمين أكثر من لازم. دونك الجزائر ديما معنية بأنها تعتبر، بقى نحن كيفاش نتعاملوا مع الجزائر، نحن شو نحبوا من الجزائر، نحن تو في وضعية خنقولوا هي شو تحب من عندنا. لا خلينا نبداو باش نحن نحبوا، هي عندها برشا حاجات تحبها ما نحن زيدة شو نحب. نحن ساعة عندنا تو وضعية تتسمى غير عادية غير صحية، مش باهية، اللي هي ديبوندونس انرجيتيك اكثر من لازم للطرف الجزائري. ما عمرنا ما وصلنا طيلة تاريخنا للوضعيه هذه نتاع انه نسبه الغاز اللي مستهلك في تونس هو في جزء كبير منه غالب ساحق هو من الجزائر، وهذا يخلينا في وضعيه صعيبه. ما تنجمش فما حتى دوله الا اذا كان ندخل في وضع دوله موحده، الناس كل ما بعضنا ذيك وكل ما بعضهم فمش مشكل. اما نسبه كبيره من الغاز يعني يقتل بمعنى اخر. سيدي نحن اختلفت، قررنا أنا وخويا ما لا ما يساعدنيش التوجه هذايا متاع نرجعوا للمغرب ولا نمشيوا للمصر ولا نمشيوا لكذا ولا نتعملوا اتفاق تاريخي مع الطرف الأوروبي كذا. إيه تسكر عليه التريسيتي شنو نعمل معنا؟ يعني يلزم يبدأ عندي مجال متاع مناورة. هذايا يحتم أنه أولا الجانب الجزائري يزم يوضح لنا قدر هذه قاعدة غامضة، هل الانبوب اللي باش يعملوه من الشارع الاخر هل باش يكون عنده امباكت علينا ولا؟ هذه المسائل الاستراتيجيه الكبيره، مش مسائل تقنيه. احنا مانيش معنيين توا في الجزائر بالنقاش فقط المسائل نتاع كل ها وقداش الميزان التجاري في علاقه قداش نبعث لكم طماطم قداش تبعثوا لنا بشكوت لا لا، نحن في المسائل هذيه ساعه الطرف الجزائري وين ماشي في علاقه بسياسته الغازيه. النقطه الاخرى هي في علاقه نحن فينا الموت توا، فما توازنات في المنطقه. المساله الليبيه يلزم فيها التنسيق وانسجام مش تطابق مع الجانب الجزائري. يا ما خلينا نتفاهموا، فما ديل قاعد يتحضر اليوم، البرلمان الليبي عمل لك الباقي التشريعات الخاصه بالانتخابات الرئاسيه. شنو هو الوضعي الجزائري؟ شنو موقفكم هنا؟ هذه لهنا المسائل الاستراتيجيه الرئيسيه بما يؤدي لانه انا كطرف تونسي يكون عندي مجال نتاع رؤيتي نظرا للمصلحه العليا للدوله. ما يلزمش التوجه نتاع ماذا بينا ما نغشوش الجزائر. ليه ليه هذا مهم باهي هذا الشيء تحبوا احنا ما عند الجزائر، لكن الجزائر شنو تحب من عند قبل من ناخذ شيما؟ الجزائر واضح الجزائر بالنسبه لها تحب تونس ساعه مستقره ورايضه. الجزائر معنيه بحاله التوتر في مع الجار جارها الغربي اللي وزوز يشيلوا في السلاح وما نعرفوش شنو ينجم يجرى، وكل مره واحد كلمه زايده كلمه ناقصه، وكل ما تزيد خطوات التطبيع المغربي مع اسرائيل كل ما يزيد التوتر من الجزائر الجزائريه. دونك الجزائر معنيه بتونس هادئه مستقره، وهذا لا يعني اللي هما راهو فرحانين برشا بقيس سعيد، راهو ينجموا يكونوا يراو اللي فما نوع توجه ايموشنيل في الاخر شخص
ما هوش السياسي التقليدي اللي استنسوا به سواء بورقيبة بن علي حتى الطرف اللي بعد الثورة اللي تاخذوا تعطي معاه المرزوقي أي المرزوقي ناس كل لا الجزائر موجودة في الوسطات في تونس في علاقة بالحوار الوطني يرى والمرزوقي ما كانش بالضرورة نقطة إيجابية بالنسبة للجزائر يعني بالنسبة اليوم يراوها أقرب المغرب من الجزائر ويراو كانوا يراو النهضة أقرب لهم من اللي يراو معناتها المرزوقي أقرب لهم دونك والعديد من المرات وقصد قبيلة رش الغنوش في الجزائر يعني كانت علاقة قوية بوتفليقة حتى على المستوى الشخصي من اللي كان في سويسرا لهنا الحاجة نحب نقولها إنه الطرف الجزائري عنده طلبات عنده يحب أما زيادة ماذا به تونس منضبطة عموما للتوجه العام لهنا يعرف ورقة الغاز مهمة نحن لهنا كيفاش يلزمنا تطمينات جزائرية زيادة نعرف نحن مش خاطرنا ضعاف أي الأمور كذا وين ماشي كأنبوب النقل للأنبوب هذاك في نفس الوقت نحن معنيين تطوير الطاقات المتجددة هذاك الطريق الوحيد في خليه عدل موازين الطاقية بتاعنا في علاقة بالجيران.